الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يعطيك الخير. الله يبارك فيك. سعيد. سي سعيد خويا، بغيتك تهضر لي شويه على التجاره تبان لي الدعوه. واه خويا، واه واش غادي نقول لك؟ بالنسبه للتجاره راه شويه الحوايج راه شويه ناقصه. هي كانت التجاره شويه مع المنتخب، كان الفرحه، كانت التجاره مزيانه ومليحه مخيره، ولكن دركي هذا ما بداش هبلت عليكم. السلام عليكم، اسمحوا لنا. واخويا بالنسبه للتجاره كانت، واش غادي نقول لك، كانت مخيره. بالنسبه للتجاره كانت في وقت ملي كان لا كوب دي موند، كانت مخيره تبارك الله. كان زعما الشعب ناشط وكان كل شيء يطلق الفلوس. بصح دروك ملي كمل المونديال لهنا الركود التجاري، واش غادي نقول لك، راه الدعوه عيانه. طيب بالنسبة للدخول نتاع راس العام كان مضاري يكون واحد الاحتفال، يكون واحد الرواج، يكون واحد الحركة دايرة مزيانة، ولكن دروك يبان لي كل شيء صاهر، كل شيء التجارة. راك تشوف السوق كي راه داير خاوي. العباد تاع راس العام وكذا قلال، قلال لا قلال. كان مضاري يكون زعما الناس كاع دايرينهم، ماشي زعما يكون داك الشيء واحد النشاط، واحد واللي طالق الموسق، اللي يكون واحد الرواج. انا قلت لك راه كيكون شهر شت. عندك شهر 12 كي كيبدي شهر 12 كيوليو الناس داك الشيء نتاع البوناني، داك الشيء نتاع الور نتاع الريحه، يكون بزاف تاع السوق ما كانش. وبالنسبه لهذا الشيء هذا علاش الحوايج غلات اخويا العزيز؟ الحوايج زادوا فيها الثمن. المخير كان شحال هادي كان كيجيب السلعه رخيصه، دروك السلعه زادت غلات بزاف. ودروك الانسان كان كيجيبها فراش، يجيبها مولا حانوت، يجيب كل شيء. دروك المخير ما يقدرش يجيب السلعه، علاش زادت واحد الثمن بزاف؟ علاش راها دروك التجاره شويه راها ناقصه، وشويه حتى بهذه الزياده هذه شويه هي اللي هرست هو سرد الجيو. دروك الانسان راه كثرت عليه المصاريف بزاف، الله يحسن العون، مصاريف على الجهد. واه انت مزوج ولا مزوج خويا؟ واه مزوج. واه كاين شي فرق بين هاد شحال اليوم؟ لا كاين الفرق بزاف، ماشي غير شويه، ماشي غير شويه العزيز. واش بنادم كان كيجيب السلعه تبارك الله، يجيب بال 500000 600000 سلعه، واش دروكي كتجيب 40000 50000 60000؟ هما مالين الجمله، الجمله هما التوالا. راه حنا كنا يوميا نجيبوا عليهم واحد الثمينه باهظه نتاع السلعه، كنا كنجيبوا واه تسربه تمشي. بصح دروكي لا، ما بقاتش داك الشيء هذاك، صافي بحال اللي نقص الشله صوالح، نقص التجاره، نقص البيع والشراء، نقص واش غادي نقول لك. الله يدير شي تاول نتاع الخير وصافي. وعطيك واحد القضيه العام اللي فات كنا نعرفوا حنايا، كان راس العام فيه حضر تجول ليلي، هذا العام غادي يكون واه الاحتفالات واه غاديش يكون كما العام؟ لا ما غاديش يكون. واه الناس ما مشجعينش لا والو كل شيء صاهره يبان لي. انا براسي راني شفت هذا مول المحل صاحبنا، والله لو كان ما دارش هذا الشيء هذا والله ما نعرفه بالله راس العام فوقاش. والله القاسم انا نكذب عليك، والله الا غير هذه ثلاث ايام ولا باش دار هذا الشيء هذا، دار هذا البوناني ودار هذا الشيء عاد ويطلق الموسخ، عاد عرفنا بالله راس العام. عاد نتسالوا شحال باقي راس العام؟ قال لك لا ست ايام هذا الشيء. ما شحال هذه؟ انا قلت لك راه كان كيبدي في شهر 12، شهر 12 الناس خدامه، الناس بخير، الناس مروجه ومزيان. غير العام اللي فات ماشي بحال هذا العام، هذا العام اللي فات كان مخير على هذا العام هذا. واه درك سبحان الله كل عام كينقص، كل عام يجي مع الناير. واه مع الناير والله يا ولد، الناير ما كاينش لا والو كل شيء ينقص خويا العزيز. ماشي انا قلت لك، واش كاين اللي راه مقصع الجيوب تاع الناس زياده زيادة دركا في أي دومين، في أي حاجة، في أي حاجة، في أي حاجة. كلشي تزاد، وحتى لا ما زادوش فيها ينقصوا بها. أي حاجة، حتى لا ما نقصوا، حتى لا ما زادوش فيها كينقصوا بها، لا من الطول، لا راه شحال من طاقير ولا كان شي كتلقاه نقصوا. البريكة هي التالية، البريكة كانت تجي طويلة وعريضة، دركا رقوها وقصروها ولا كلشي ولا دجال. والله الا كلشي ولا دجال.
سليم. والله العظيم زعما راه واحد الشيء زعما لا اله الا الله ونطلبوا من الله الله يرخص علينا السلعه والله يرخص علينا المواد. هي مني كيكون رخا كيكون رواج كيكون شلا صوالح، مني كيكون الغلا راه الله يحسن العون. شحال قدو الانسان الله يحسن العون. وكشريه هنايا في وجده عاوتاني واحد التفاته لهاد وجده، وجده ما فيهاش معامل ما فيهاش مصانع ما فيهاش شلا صوالح. دروك تلقى مولا دار واحد كيخدم على العائله كامله، شفت المشكل؟ دروك الله يحسن العون. لو كان كاين الاعانه وكاين اللي يعاون راه الدعوه محركه ومزيانه ومليحه. والله يرحم الوالدين. دروك دار تلقى فيها واحد خدام خدام على عائله كامله بزاف. او بحال انايا عندي اربعه نتاع الوليدات، اربعه نتاع الوليدات، جوج يقراو وجوج كي عاد صغار يرضعوا وليكوش بزوج. راه الله يحسن العون. راه تعرف ما يقدك قداد والله ما يقد. راه التاليه بالعشيه ملي كتكون مروه راه كتخسر كتخسر واحد 70 درهم 100 درهم 80 درهم والله العظيم. راه دي غير ليكوش دي الحليب دي هادي باش يفطروا. راه الله يحسن العون. راه واحد الشيء زعما لا يوصف. نطلبوا من الله الله يرخص علينا المواد. شحال من مره رخصوا الحاجه راها مزيان. درك حتى اصحاب الشركات الله يهديهم علينا خصهم شويه ينقصوا، خصهم شويه يشوفوا الشعب، يشوفوا الانسان الله يحسن عونه. راه هاد الزياده هادي كل مره زياده كل مره زياده كل مره زياده. راه كاين شي صوالح والله ما زادوا فيهم اخوتي، ولكن كتمشي للمحل كتلقاه مزايد مول المحل كتلقاه زايد فيها. بحال ليكوش انا ذاك المره قال لك نتاع 30 دور ولاو ب 40 دور، ونتاع 40 دور ولات 50 دور، وكتمشي عند مولا حانوت اخر كيبيع لك ب 30 دور وب 40 دور. هذاك علاش؟ وغيبيناتهم دركا كاين اللي كيزيد غير راسه، كاين اللي غير بوحدو كيزيد هادشي هذا. علاش؟ واش حنايا واش حنايا شكون؟ القهاوي لا هضره عليهم. شوف القهاوي راك عارف كانوا في وقت الماتش. واش غادي نقول لك؟ راه كاين الانسان اللي كيكون معاه على العام وتجي نتايا في وقت الماتش تزيد على اخوك. علاش؟ واش الله يحسن العون. لا اله الا الله. شي رساله تبغي تقولها للمغاربه بمناسبه السنه الميلاديه؟ واو واش غادي نقول لك؟ الشعب الله يحفظه ان شاء الله، والله يحفظ مالكنا، والله يحفظ لنا المنتخب ديالنا اللي فرحنا بعد هذا راس العام هذا. واخا ما احتفلناش براس العام، احتفلنا بالمنتخب المغربي. وديروا النيه. وشت النيه شحال ما درتوا النيه راه ربي كييسر ان شاء الله. هادشي اللي كاين وديروا النية وفيف لي ماغوك وفيف المغرب وعاش الملك. والله يحفظ الملك ان شاء الله، والله يشافيه.